بسم الله بسم الله الله توتته خالص وطته خالص بسم الله If you have parked and blocked somebody, some people leave after Isha or even in the middle of Tarawih. So please make sure you're not blocked. Jazakumullah khair. Stow. استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استو الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله أن يجعله شهرا مباركا علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين، وأن يمكن لهذه الأمة وأن ينصرها بعز عزيز أو بذل ذليل. أيها الأحباب، هذه الليلة الأولى من شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر رمضان، فيه الخير كله، ومن حرم هذا الخير فقد حرم، ومن حرم في هذا الشهر فقد حرم من رحمة الله تبارك وتعالى. فحافظ على هذا الشهر بما استطعت من قوة، واستعن بالله ولا تعجز. ستجوع وستعطش وستتعب، كله لوجه الله عز وجل. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أن الله تبارك وتعالى قال: يترك طعامه وشرابه من أجلي. نترك الطعام والشراب لأجل الله تبارك وتعالى، فيغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا. هناك نصائح سريعة. النصيحة الأولى: الصيام والصوم غال جداً، أنت تجوع وتعطش وتتعب، فلا تضيع ثمرة هذا اليوم أبداً. أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصيام جنة، الصيام وقاية، الصيام وقاية، صيانة، الصيام جنة، فلا يرفث ولا يفسق. وإن امرؤ الصيام جنة فلا يرفث ولا يفسق. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. مرتين اثنين، يذكر نفسه أنه صائم، ويذكر الخصم بأنه صائم. لا يستطيع أن يرد عليه بأسلوبه أو ينزل لأسلوبه. فإن قاتلك أحد
أو سابك أو شتمك فقل إني امرؤ صائم. النصيحة الثانية: إيانا أن نلغو، وإيانا أن نتحدث بكلمة تكون كاذبة، أو إيانا أن نشهد الزور. أخبرنا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا الواحد هيصوم ويجوع نفسه ويعطش وفي النهاية يغتاب ويتكلم بالزور، إذا الله غني عن صيامنا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الوصية الثالثة: اجتهدوا في كتاب الله عز وجل، اقرأوا كثيرا في كتاب الله عز وجل، وإن كنت مشغولا لا محال على الأقل اسمع. الحمد لله معك التليفون ومعانا كل حاجة نقدر نسمع بها، ومعانا كتاب الله سبحانه وتعالى، كل حاجة على التليفون. احنا بنستغل التليفون في يعني الفيسبوك والواتساب نستغل هذا الشهر في كتاب الله عز وجل، نجتهد. السلف الصالح كنت أعجب وأنا أقرأ في تراجمهم، وهذا مذكور في كتاب التبيان في يعني آداب حملة القرآن لإمام النووي. بعض من السلف الصالح كان له في اليوم 4 ختمات ومثلها في الليل 4 ختمات، 8 ختمات كل يوم، 8 ختمات في 24 ساعة. ما تقوليش كيف أصلاً، أنا مش عارف أحددها لغاية دلوقتي. هل بركة الوقت؟ هل يعني قوة الحفظ؟ يعني حتى لو شديد الحفظ ويحضر بسرعة ما أحد يسابقه في الحذر، أنا ما أستطيع أن أقول نقدر نخلص 4 مرات في 24 ساعة. لكن هكذا كان حالهم. إذن كيف تتخيل أو تعايش رجلاً يقرأ 4 ختمات في النهار و4 ختمات في الليل؟ يعني ينعزل عن العالم في هذا الشهر، انعزل، انشغل بربك، انشغل بذكر الله. الليلة الأولى خلصت، وإن شاء الله سنذكر أنفسنا أن أحيانا الله سبحانه وتعالى في الجمعات القادمة هنقول ربع الشهر خلص، كل سنة طيبين. فانشغلوا بهذه اللحظات الغاليات. والله بنيجي في آخر ليلة أو يعني في آخر يوم ونقفل على نفسنا ونقرأ القرآن ونشد عشان نعمل ختمة، إحنا الآن الكل حاجة في إيدينا. جزاكم الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شهرا مباركا وأن يكثر فيه خيراتنا، وجزاكم الله خير، وقوموا إلى صلاتكم. استووا. علي صوت سينابس. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استو الله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي
إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الشفاعة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ركعة الوتر حسبكم الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأعظم من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل أنت الله لا شريك لك الفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر سبحانك وبحمدك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا يا ربنا فيمن توليت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم قنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك اللهم إنا نسألك من الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا الذنوب اللهم استر منا العيوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك بحق هذا الشهر العظيم شهر رمضان اللهم وفقنا لصيامه اللهم وفقنا لقيامه اللهم يا ربنا تقبل فيه منا الصيام والقيام وسائر الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وزقومها اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن خزي النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار اللهم توفنا مع الأبرار اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولا تخزنا يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل يا أنيس المنفردين يا حبيب التائبين قبلت الوفاء من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك سجدة ونحن لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بألوهيتك ما سجدنا قط إلا بين يديك ولا رفعنا
رفعنا حوائجنا إلا إليك ببابك وقفنا. اللهم إنا نقسم بك عليك ألا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.